اهلا بيكم بعد الفاصل. ابتديت انا من غيركم عشان عايزه اعمل معاكم الوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه افكركم احنا النهارده بنعمل العونس فراخ، يعني مش بنعملها زي ما احنا متعودين عليها. احنا مثلا بنعمل العونس وبعد كده بنحطهم على الرز، مش كده؟ فبنسلوهم وخلاص. لا، يعني النهارده هنعمل حاجه مختلفه شويه. هنعمل عونس بصوص احمر، فيها كمان الفلفل الاحمر، تمام؟ عشان نعمل الوصفه احنا هناخد زيت زيتون او ممكن زيت عادي زي ما انتوا عايزين كده اهوت، وبعد كده هنسخنه. وبال الزيت بيتسخن عندنا هناخد احنا البصل، هنخلصه. التوابل في الوصفه دي مش هنحط حاجات كتيره، هنحط كزبره ناشفه والفلفل الاسود اهي، عندي البصل ده جوه كده يا دوبك هنحمره، وبعد كده هنحط عليه الثوم برضو هنحمره شويه، وهننزل بالعصير طماطم والفلفل. يعني فلفل احنا هنقطعه شرايح، يعني مثلا احنا متعودين لما بنعمل الرز سمك بنقطعه مكعبات صغيره، لكن ده في الوصفه دي ده مش رز سمك، ده هنعمله العونس، فهنقطعه الشرايح. فاحنا هنحط الفلفل وكده اهوت شرايح رفيعه، هتكون شكلها حلو جدا لما نخلص الوصفه هتبان فيها اهي، تمام. عندي بصل ابتدى يغلي في الزيت، عايزين الفلفل. احنا اخدنا فلفليه واحده على كميه العونس، مثلا نقول 300-350 جرام. لو عايزين تاخدوا الكميه اكتر مفيش مشكله، يعني ما مش دايما بلاقي انا العونس في السوق، فمثلا انا بشتري الكبده فراخ اوقات بتيجي مع عونس، فبشيله في الفريزر لغايه ما اجمع الكميه كويسه عشان احطها على بعدها اهي. عندي الحاجات بتتحمر، فزي ما انتم شايفين عندي هنا عونس هما يستووا. لو كنا نعمل الوصفه دي ممكن ترعين الطريق واحد، ممكن احنا نسيب العونس زي ما هما كده اهوت، ولما نخلص الصوص الطماطم هنحط العونس في الصوص، وبعد كده هنسيبه في الصوص لمده 20-30 دقيقه عشان يستوي كويس. لكن عندي العونس كده استوى خلاص، هنستخدم الشوربه بتاعتها برضو عشان نخلص التسويه، بس يعني ما اعتقدش هتبقى عندي وقت كفايه في الاستوديو، فبس بقول لكم ما ترموش الميه دي عشان هتحطوا على الاونس وهتدوا غلوه كده عشان الطعم كله يدخل على بعضه. فزي ما احنا قلنا هناخد كزبره ناشفه هنحطها على البصل، هناخد كمان الثوم. كميه الثوم انتوا اللي هتحددوا، عشان في ناس بيحبوا ريحه الثوم او يعني طعم الثوم في الوصفات كتير، في لا، فاحنا نقول من نص معلقه لمعلقه صغيره من ثوم اهي. وبين الحاجات عندي بتتحمر احنا هناخد معانا الطماطم، عندي هنا طماطم كتير احنا مش هنستخدم كميه كلها اهي، هناخد طماطم حمراء هنقطعها بأي شكل عشان احنا كده وكده هنضربهم عصير كده اهوت. طبعا احنا شايلين القشر بتاع الطماطم عشان تبقى صوص ناعم. واهي ضاربين طماطم يبقى عندنا عصير، هنحط فلفل على البصل وثوم
تمام. هناخد دلوقتي الطماطم، هننزل على البصل والفلفل، تمام. فدلوقتي انا اديها ادي الصوص بتاعتنا تقليبه كده واسيبه، عشان عايزين الطماطم يتبخ في مع بعضه مع الخضار كلها. وبعد كده هنحط طبعا عونس الفريخ عليها، تمام. فاحنا دلوقتي كمان هنعمل البقدونس اخضر، عشان البقدونس اخضر هنحطه على العونس. هندي برضو تقريبا كده، وكمان هنحط على الوصفه دي مكعب الفريخ عشان يدي طعم حلو. ان شاء الله هتعجبكم الوصفه دي، هي سهله جدا جدا جدا. وطبعا هنحط شويه ملح وفلفل، بس خدوا بالكم المكعب فريخ برضو فيه نسبه ملح فيها، فما نكترش الملح، وشويه فلفل بس كده. فهنعوز شويه بقدونس عشان نخلط البقدونس مع الحاجات قبل التعجين. يعني دايما احنا لما بنجهز الخضره ما بنحطش الخضره مع الطبيخ، يعني الا في حاجات معينه. يعني دايما لما انا بقطع الخضره بخليها في الاخر خالص، عشان نزعين مثلا الوصفه او ندي الطعم. يعني في وصفات قليله جدا بنحط فيها الخضره عشان تتبخ معاها، تمام. فكمان قبل الصوص بتاعتي بيتعمل، هو مش هياخد وقت كتيره، عايزه اوريكم الوصفه التانيه اللي احنا حطيناها في الفرن. زي ما احنا قلنا بتاخد من 30 ل 40 دقيقه اهي. ترام، عادي الكورجيت وبيتين بالاس. ده يعني وصفه جميله بصراحه. يعني احنا بنحط الفورمه في الميه عشان السخونيه ما تزيدش. فمثلا كلنا عارفين درجه الحراره الميه اللي بتغلي 100، تمام. فاحنا بنحلي التوازن في حراره الفرن، بنعمل كده بالميه اللي بنحطها جوه. فاحنا عملنا التيمبالاس كده، احنا هنسيبهم يريحوا ثانيه، وبعد كده هناخد سكينه هنصعد البيض، وبعد كده هنقلبهم عشان نحطهم في على الطبق. اهي عندي الصوص بتاعت العونس فريخ جاهز. فاحنا هناخد دلوقتي العونس، يعني ما ناخدش بس الورا لورو، احنا سرعنا العونس مع الورا لورو، بس احنا مش محتاجين فيه دلوقتي، تمام. وهناخد شويه الميه بتاعته برضو هنحط جوه، عشان الميه دي ليها طعم جميل اهي. هندي الغنس بتاعتنا برضو غلوة كده، زي ما انتوا شايفين اللون بقيت جميل قوي، تمام. فاحنا دلوقتي محتاجين ناخد السكينة عشان نقدم محتاجين احنا نطلع الاومليت، عشان هو بصراحة ده الوصفة اسمها تيمبالا عشان خاطر الشكل بتاعت الفورمة، لكن هي اومليت. احنا اهي بنساعد تمام اهي.
ففاكرين انا حطيت الورق زبده في القرل الفورمه بتاعتي، فانا دلوقتي هشيله وهنقلب تيمبالك كده. ما ننساش احنا حطينا الجبنه بارميجانو عليها كمان، يعني دي حاجه جميله جدا بصراحه، يعني عشان بتدي طعم لطيف قوي. فكل واحده في الفورم دول هي مغذيه جدا، عشان خاطر احنا حطينا فيها الخضار وحطينا فيها كمان الكوكين كريم والبيض. فيعني مثلا لو انتوا عزمتوا ناس على الغدا، هي واحده كفايه لكل واحد، زي خضار كده اهوت. تمام، فاحنا اهي عندي الاونس كده جاهز، كلهم جاهزين. هناخد احنا طبعا نقفل تحتيها، هنحط شوية بطاطس عشان العونس الفريخ احسن حاجة الطريقة دي تتقدم يا مع رز ابيض، ودي احنا متودينا ليها، يا مع البطاطس بوريه. فانا اشكل بطاطس كده اهوت، عامل حفرة زي ما احنا بنعمل في الرز لما بنقدم ملوخية بالظبط، بس مرة دي هنحط جوه القونص. وطبعا ما ننساش البعدونس بتاعتنا، نحطه على الوصفة. كده هوت، نديها تعليبة. ونحط العونس جوه مع البطاطس اهي. ان شاء الله هتعجبكم الوصفة دي، الحاجات سهلة جدا، والطريقة اللي احنا عملنا بيها العونس جديدة، وعملنا كمان التيمبالا الكورجيت وبي تيمبالا، فحاجات سهلة جدا ممكن تتعمل في البيت في اليوم العادي او لو عندكم عزومة. وزي ما انتوا شفتوا ما فيهاش اي صعوبة فيها، وان شاء الله احنا هنعمل الحاجات احلى من كده كل يوم على قناة ست البيت.